السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. جيت هنا غندير المقدمه، لان في الفيديو جيت وبديت نيشان، ما درت لهم مقدمه، ما سلمت عليكم، ما حتى شي حاجه. ضربني حمار النهار حمار العشيه ما بين سميتو هادي. المهم، جيت نقول لكم السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كي دايرين؟ عرفتي حنا عندنا في هولندا واحد السم ما نعاودش لكم كيفاش داير. والله العظيم بحال خشيتي راسك في المجمد ونسيتي البرد، البرد تاع بصح. ايوا لا اله الا الله، دابا راه غير الصفر وواحد قهرتنا، ما بالكم تولي تحت الصفر كي نوليو. المهم، كي دايرين نتوما؟ اش كتعودوا؟ كي داير الجو عندكم في البلدان ديالكم؟ كتبوا لي في لي كومونتير كل وحده منين كتابعني، وكي داير الجو عندكم. بغيت نعرف خواتاتي اللي كيتابعوني من اي دوله، او والجو ديالهم كيفاش داير في ديك البلاصه اللي هما فيها. كتبوا لي في لي كومونتير، ما تنساونيش. المهم، غادي نبدا معكم نهاري. كنت غندير لكم عشيه كيفاش غادي ندوزها، ولكن الصباح تشهيت واحد سميتو الحرشه سائله كتجي خطيره، وقلت والله تنبارطاجيها مع البنات هكا تهوها الفطور دغيا كتوجد، ويبغيوها حتى وليداتكم. المهم، خليكم معايا ما تمشيو فين، وغنبارطاجي معكم حتى اشنو كندير لشعري، كيفاش درت لشعري حتى طوال. بزاف بنات كيقولوها ليا. المهم، انا بارطاجيت معكم داكشي اللي كندير بلا كذوب بلا والو، ما عندي علاش نكذب عليكم. يلا خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. نسيت، الا كنتي جديده واول مره كتشاهديني، ما تبخليش عليا بواحد ابوني، والجرس، الجرس البنات الا وركتو عليه هبطوا ديروا اختيارات وديروا الكل الكل، باش يوليو فيه جوج شرطات باش يوصلكم كاع الاشعارات. الا درتو غير ابوني وجرس ومشيتو ما غيوصلكم حتى شي اشعار. هادشي اللي ولا مطبق على يوتيوب، هاد سيستم جديد. المهم، وخليو ليا تعليق ولايك للتشجيع. المهم بنات، هنا تشهيت شويه الحرشه، عندي الحرشه السائله البنات، عندي هنايا بيضه ها هي مغسوله وكل شيء. غنزيد عليها شويه من قطرات ديال الفانيليا باش نسموها بحال هكا. غادي نضيف معلقه ديال السكر، معلقه كبيره ديال السكر. نخلط كل جيدا، غادي نضيف هنايا عندي البنات 200 مليلتر ديال الحليب، غادي نخلطها في خميرة الحلويات من الوزن ديال 7 غرام، وغادي ندير قبيصة ديال الملحة، وغادي نضيف الزيت. هنايا عندي 4 المعالق كبار البنات ديال الزيت، غادي نخلط هادشي. ضيف 240 غرام ديال السميدة الرقيقة البنات هادي، وغادي نخلط كلشي. البنات، غادي ناخذ واحد المقله ندير فيها شويه ديال الزيت، من الاحسن تكون ما كتلصقش، يعني هذيك اللي كديروا فيها يعني البيض والبغرير شفتوها ما كتلصق ما حتى شي حاجه، هي اللي ديروا فيها باش الحرشه ما تلصقش ليكم. غادي ندهن هنايا، وغنشعل عليها النار على عافيه مهيله البنات. المهم، دهنوها مزيان مزيان، نقص شويه من الزيت جاني بزاف هكا. صافي، نخليو المقله تسخن شويه كيف قلت لكم، تكون عافيه مهيله باش ما تلصقش لكم. صافي صافي، غادي ناخذ الحرشه ديالي او الخليط ديالي، غنخويه المقله وغطيوها البنات حيت فيها الخميره، غطيوها بالغلاقه، انا غادي نغطيها. المهم، سرحوها مزيان
وخليوها تتبان لكم شدات في راسها، يعني ملي تتحركوها يعني كتقدر تحرك من تحت ما جارياش، وتكون حتى شدات راسها شويه من الفوق. كتاخذوا واحد الطبصيل، انا مشى ليا داك المقطع حيت كنت كنهضر مع ماما ونسيت نشعل الكاميرا. المهم كتاخذوا طبصيل وكتغطيو به المقله وكتقلبوا الحرشه وتعودوا تقلبوها صافي، خليوها طيب من جمله اخرى. انا غنخليها هي طيب وغندوز نحيد المعينات من لا ماشين خويها ونعاود نعمرها. المهم نستغل الفرصه. الحرشه ديالي ها هي وجدات البنات، كتجي الصراحه زوينه، هشيشه رطبه كتذوب في الفم، وكتحضر فرشتو ما كتمي كتخلطيها كتجي وكتكبيها، يعني ما كتحتاجيش تسنيها واحد المده، يعني راه واحد ربع ساعه انت وجدتي لوليداتك وفطروا بها على مزويناتها. ومادام تنقولوا الحرشه كنقولوا العسل. كتبغي العسل. المهم انا هنا قطعت مورسو قدامكم باش تشوفوه، راه باقا سخونه البنات، تكال سخونه تكال بارده، عرفتي ما نعاودش لكم، كتجي بنينه 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 بنينه. كنت ديجا درتها وعجبتني وقلت لهم بغيت تهيد ديك الحرشه اللي كليت ديك المره صافي. انا نقول والله تنشعل الكاميرا هاد الصباح ولو انا بنبارطاجي معكم العشيه صافي. درت لي واحد الكاس ديال كابتشينو. واحد الاخت كنقول لك تبارك الله عليك، شكرا على الكومونتير ديالك. المهم انا درت القهوه في الكاس اللي خفتي عليه يطرطق، ما غاديش يطرطق، كنقول كانوا كيكبوا لينا فيه اتاي سخون والقهوه في القهاوي. واحد الاخت قالت لي عاد مول الشفنج. بصح مول الشفنج ولكن عندهم صغر من هذا وفي اللون الخضر. اش نقول لكم البنات، شكرا على تعليقاتكم اللي خطاكم اللي حنا كنضحكوا. وها هي الحريشه، نتمنىكم تجربوها وتبارطاجيوها معايا في الانستغرام. هنا وصلت العشيه، ملي كتوصل العشيه كنشعل الشموع، كيعجبني نشعل الشموع في العشيه في الدار ضروري من هاد الديكور هذا. بحال دابا البرد هاد الاضواء كي الصراحه كيعطيو واحد الدفء للدار، كيعطيوه الدفء دفء زوين بزاف. هاد الديكور هو اللي عجب حماتي ومشيت خديتو ليها. مهم خليكم مع الديكور ديال الدار. وصلت معكم اللحظه ديال الاخوات اللي كيسولوني اشنو درت لشعري حتى طوال. المهم غادي نشرح لكم كل شيء في هذا لا فيديو، غادي نهضر معكم قدام الكاميرا ونشرح لكم كل شيء. هنا بعدا غادي ناخذ زيت ارغان. سمحوا لي ناخذ زيت ارغان كبيته في هذه الجبانيه، وكناخذ زبيديه ونسخنو مزيان مزيان بيديه، وكنديرو في الفروه ديال الراس، فروه ديال الراس ديالي كامله حتى كنحس براسي تزيت مزيان صافي. انا كنهز وكندير في شعري. ودابا غادي ندوز باش غادي نشرح لكم اشنو درت لشعري حتى طوال وكيفاش طوال. المهم كنتمنى تتبعوا هذا الشيء اللي غادي نقول لكم باش تتمى يطوال لكم شعركم. الناس ملي كندير زيت ارغان شعري كنهز الفوق، كيف شفتوا شحال هذيك كنت كندير ديما زيت جوز الهند، باقا كنديرو مره مره، ولكن هاد الايام وليت كندير زيت ارغان من نهار صيفطاتو ليا حياه، لانه فاش كنت في الاول كندير زيت كوكو وزيت ارغان كان عندي غير شويه ديال زيت ارغان. من بعد ما صيفطت ليا حياه فلوق زيت ارغان وليت هو اللي تندير شعري انا وبنتي، كنديرو في الفروه، في الفروه ديال راس نبقى هاكا ندير به مساج مساج مساج
ومن بعد مشات شعري. البنات اللي نوصيكم عليه، بغيتوا شعركم يطوال وما يطيحش بزاف، ما تمشطوش وسط الدوش، مشطو قبل الدوش اولا من ورا الدوش. غادي نوريكم انا الروتين ديالي اشنو كندير شعري باش طوال لي. الحمد لله ما درت حتى شي وصفه اللي غنكذب عليكم بها ولا شي حاجه. زيت ارغان هو اللي درت لشعري، هو اللي كنت كندير شعري، وزيت الكوك صافي، وجوج في هادو اللي تقدروا ديروهم. خاص زيت ارغان اللي يكون كوزميتيك وتاع ما يكونش مخلط، يعني يكون زيت ارغان ما مخلطش، يعني ما فيش تخربيق باش يقر لكم شعركم. الا كان زيت ارغان درح شاري من بعد الماكياج هذا ما كنصحكمش به، خذوه من عند بارافارماسي، غيكون كوزميتيك يعني كيليق للبشره. كنديروا حتى لوجهي الصراحه، كيعطي واحد النظره زوينه للبشره، وكنديروا حتى لشعري. دابا ملي جاني هاد زيت ارغان مابقيتش كنستعمل زيت الكوك نهائيا. حتى هو زوين البنات، ننصحكم به. زيت الكوك راه واعر زوين بزاف للزغبه ديال الراس. المهم علاش كندير زيت ارغان شعري، كنديرو في الفروه ديال الراس، كندير به مساج مزيان وكنمشط شعري. دابا انا مشطته ودرت هنايا كموسه صافي، ومي غنبغي ندخل للدوش غادي ندير شامبوان غير في الفروه ديال الراس، وندير به مساج مده ديال 5 دقائق. وانتيا كديري الفروه ديال باش ديك الزيوت كلها، لا ديال الزيت اللي درتي ولا الزيوت ديال الشعر ديالك، كلشي كيتحيد. كنوض كنبقى ندير هكا هكا، شعري كامل 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 كنبقى ندير ليه بحال هكا. خدي راحتك في في في, في الدوش ديالك، فركبو هذيك الجلده مزيان وكتغسليه ماشي بالماء سخون. ما ننصحكمش تدوشوا بالماء، كاين اللي كتستحلى داك الماء سخون بزاف اللي كيكون خرج الفوار في الدوش، وهذاك راه خايب بزاف الفروه ديال الراس. اول حاجه من بعد كتولي فوق القشره والجلده ديال الراس، داك الدهنيات اللي فيها ما كيحيدهمش الماء سخون. ديما الماء دافئ. كتغسلي شعرك من الشامبوان، انا كنغسل شعري بشامبوان جوج المرات باش يلا كنعرف بان ديك الزيوت كامله اللي في شعري اولا في الفروه ديال الراس ديالي، الجلده ديال الراس تحيدات، فهمتوا. من بعد كناخذ البلسم. شوفوا نتوما اش من بلسم كديروا من بعد، وغادي نوريكم شامبوان بالنسبه للناس جداد اللي انضموا لنا القناه ما كيعرفوش اش من شامبوان كنغسل به. دابا بالنسبه للمش، بالنسبه للبلسم اولا ابغي شامبو كنديروا عيل تحت، ما ديروش في الفروه ديال الراس. البلسم الا درتوه هنا يعني من الفروه ديال الراس، كيطيح الزغبه، كيطلق الزغبه وكيطيحها. الشامبوان ديروه في الفروه ديال الراس، ما تحتاجوش ديروه لتحت، يعني غير هنايا هكا 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 ومن بعد غسليه. البلسم ما كديروش من الفروه ديال الراس، وانما كديروه من التحت وكديروه هكا، وكتخليوه المده ديال 3 دقائق وكتغسلو بلا مشطه. عاد من بعد كديروا الماسك. شوفوا نتوما اش من ماسك كديروا من بعد، وغنبارطاجي معكم انا الماسك اللي كندير انايا. جيبيه كامل في شعرك وطلعيه الفوق وخليه المده ديال 5 ديال الدقائق، ديري الصابون ومن بعد غسلي داك الماسك. انا الا كنت غادي نصايب شعري بالبلاك كندير الماسك وتنغسله. الا كنت ما غاديش نصايب شعري وبغيت نخليه بوكلي، حتى كندير الصابون وكل شيء ولبس حوايجي، عاد من بعد كندير داك الماسك باش كان باش دوك الشعر ديالي يبقى الزغبه ديالي كيف هي. انا شعري هكا كيف باش تبقى الزغبه هكا، ما تهبط ما تطلع بزاف، ملي كتبقى هي كندير داك الماسك. حتى كنلبس حويجاتي كندير الماسك لشعري وكنطفر دوك الضفيرات وكيبقى ليا بوكلي. اليوم كيف شفتوا بديت معكم روتين حتى العشيه، ولكن خطفت لكم واحد خطيفه من الصباح تشهد ديك الحرشه وكنت بارطاجيتها معكم، كتجيب بنينه غير جربوها وردوا لي الخبر. سناء شنو هو اللي خلى شعرها يطوال؟ وهو كل شهر كنحيد واحد شويه ديال الشعر، يعني شويه لي بوينت كنحيدهم كل شهر. بغيتي شعرك يطوال كل شهر حيدي لي بوينت، وتاني من بعد شهر كنديرها ليا وكنديرها حتى لبنتي. كل شهر كنحيد ليا انا لي بوينت وكنحيدهم حتى لبنتي. بالنسبه لشعري انايا كنغسلو، دابا كنت كنغسلو شحال هادي مره في الاسبوع، دابا كنغسلو جوج المرات في الاسبوع لانه ولا دهني بزاف. علاش كنغسلو جوج المرات في الاسبوع؟ قبل كنت كنغسلو مره في الاسبوع لان الجلده ديالي كانت ناشفه بزاف، والطبيب عطاني باش نعوم
باش نغسل شعري مره في الاسبوع، لكن دابا ولات كتطلق داك الدهون ديالها، وليت كنغسل شعري جوج مرات في الاسبوع كاي وحده. دابا كنغسل شعري جوج مرات في الاسبوع، الا غسلتي فوق جوج مرات في الاسبوع ماشي مزيان كاع الجلده ديال الراس. صافي البنات، هادشي هو اللي درت باش طواليا شعري. كيبان لكم نتوما راه طوال في واحد المده اللي هي قصيره؟ لا البنات، راه دا معايا شي 5 شهور ولا 6 شهور ديال باش طواليا شعري. كان هنايا كنت قطعته راسي، هنا جبت قطيعه هنايا، الا لقيت شي تصويره غادي نحطها لكم هنايا. كنت قطعته راسي ونقدر نكتب لكم حتى تحت منها اش من عام هذيك. اي اخواتاتي، لقيت لكم الصوره، ماشي 6 شهور وانما اكثر من عام البنات، يعني راه دا معايا واحد المده. وبزاف الناس يقولوا لي سناء طوال بسرعه شعرك طوال بالزربه بالزربه، شنو درتي؟ راه ما طوالش بالزربه البنات. هذه البنات الا قلت لكم امتى، الا عقلتوا الناس ديال داك العام هاد البيسه امتى لبستها، لبستها في عيد ميلاد لوستي، وهاد التقطيعه كنت قطعتها في شهر جوج ديال 2019، يعني دابا حنا في 2020 وقربت سالي، فهمتوا البنات؟ يعني ما طوالش مده قصيره. هذيك هي اول مره قطعت شعري راسي، من بعد بقيت عليه بالعلاج 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 بالعلاج، يعني غير الزيت غير الزيت، ما درت لي حتى شي حاجه اخرى. حتى من الماسكات ما بقيتش كندير الماسكات طبيعيه بزاف لشعري، صافي لان شفت ما عندها حتى شي منفعه. والله العظيم كنت متبعه واحد الماسك زوين صراحه، ولكن ملي وليت كنشريه واجد صافي، وهو ماسك ديال بنانا، وحاليا تاني راني حابسه. الا بغيتي تشريو ماسك ديال بنانا راه بيو اوريجينال كاين في دي ام، زوين هذاك الشعر، ولكن حيت كانوا شي ايام حوليا جاتني مكالمه. كيف قلت لكم هذاك الماسك ديال بنانا زوين. دابا انا كنستعمل واحد الماسك موافق ليا شعري الحمد لله، ما دير لي حتى شي حاجه، و صافي هادشي هو اللي درت لشعري. ما كاين لا اقل ولا اكثر، وراه ماشي دغيا طوال ليا شعري، راه طوال ليا على واحد المده عاد طوال ليا. صافي البنات، انا اليوم ما وجدتش العشاء لان كاين العدس وكاينه مريقه، غادي نسخن شويه من العدس ونسخن شويه من المريقه وغادي ندوزو نتعشاو. صافي كان اليوم غير داير تجميع الدار، جفاف الصبين هادشي، ولكن عندي اليوم ما طيبت حتى شي حاجه من غير ديك الحريشه. دابا هنايا خشيت الخبز سخون، خشيت الخبز سخون، نجبدو خبز الدار اللي دارت لينا حماتي، كانت عجناتو نهار كنت انايا مشغوله في الكسكسو. ايوا دابا غادي نجبدو، هنايا راه سخنت راجلي مشى يجيب ليا واحد بحال هذوك السيكات ديال الشمال اللي كنت ديجا بحالهم صيفطت فيهم العائله الكادويا. دابا قلت لي جيب ليا شي 3 لان جا مع اختي سهام شي حاجه، وجمع الاول غادي نبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله، داكشي اللي انا جامع عليهم. وبغيت نديرهم اليوم في هذوك السيكان، لان الراجل قال لك ما تبقوش ديروا لي الكراطن، لان الكراطن ما بقوش كيقبلوهم في الديوان. والله الا ولات عندي مشكله، لان الكراطن كانوا كيحافظوا لي على شي حاجه ديال الزاج وكذا. المهم دابا انا كدي سير جيب هذوك السيكان ديال الشمال، وانا غادي نشوف كيفاش. عندي شي كيسان ديال القهوه، عندي عندي عصاره ديال الليمون، يعني عندي شي حاجات اللي خفتهم يتهرسوا. غنشوف هشام يجمع بحال هذيك الطويبه اللي غادي نصيفط للسهام، يعني الله يحضر السلامه وصافي. المهم شي راه هو كيحضي ماشي ما تيحضي، ولكن الا مثلا عطيتي تي ساكك وجات واحد عطاتو ساكو وما عندوش نحط، يحط ساكها فوق ساكك عادي جدا، ما كاين حتى شي مشكل. حنا في الطوموبيلات ديالنا كنديروا ساك فوق ساك، ولكن الا وصيتي وبقيتي كتاكدي عليه وكتبتيها في الساك قلتي لي راه الزاج وهذا، الا بقيتي كتاكدي عليه بزاف راه كيرد البال. اي والله ديال اللي فيها الخير. بالنسبه لذاك الشيء اللي انا غادي نصيفط للعائله ديالي، غادي ندير لكم فيديو غنبارطاجي معكم كل شيء اللي غادي نصيفط ان شاء الله للعائله. وجاب لك ربي كي تخطيني غادي نموت، وشفتيني نعشق الصنفور، قلتي خلاص شفتيني على راسي، انا اللي بغيت انا اللي بغيت. يابا ياما وشحال عايت صبر وشحال استنيت، جبت الهواس انا اللي راس، جاب لك ربي كي تخطيني غادي نموت،
عمرك مديتيه رشوه. الناس كنت خملت البيت ديالي، شفت ديك الفوطه من شهر حيت ملي جات نور دوشت ليها، دابا راها 6 العروب. كنت بغيت نقول لكم بانه كنت اليوم خملت بيتي كامل، ها هو كنت دوزت شويه الغبره على شويه الغبره في بيت نور كامل، حنا راسها هنايا في هاد العيبه بلاكاراس كل شيء دوزت عليه، جففت لها هي بيتها حتى هي، دوزت على ديك الزربيه درت ليها اسبيغاتور. وبالنسبه لهاد الكوفاي اللي جمع فيها كاع داكشي ديال السهام اختي، كيف قلت لكم راه هشام مشي يجيب لي السكان، هذا المونطو ديال لبنى اختي، عاد غادي نمشي ملي يجيب لي هشام السكان عاد غادي نعمرهم. الا عقلتوا على هذا شنو هو، هذا هو داك البلاكار اللي كان عندي في كوزينه وكان ظهرو ما كيعجبكمش، ها هو دايره فيه هنايا المعينات مستافده منه بزاف، غتلقاو فيه عامره بالمعينات ديال الاكشن داك البلاطويات داكشي دايراهم هنايا. صافي دوشت هو كنت جمعتو، دزت درت صبين رجعت شي حوايج، دابا راه الماكينه راه باقا كدور. ايوا هذا اللي عطى الله، دابا راه كنسخن في العدس ونسخن في المريقه باش يجي هشام يتعشى. الناس ملي ما كتلاحش الماكله كتبقى هكا في الثلاجه ولا في الديفريز، نهار اللي يكون عندك هكا الشغالات ودار اللي كتجمعوا في الدار ولا عندكم شي تصبين ولا شي صليحه الماكا، داكشي حطوه اللي بغى شي حاجه يهزها، بحال نور ما كتنقاش عندها مع العدس، حنا كنحطوا لها دابا من المريقه وصافي، حنا ندوق منها ودوق منها مع خبيز ديال الدار وشويه باريزيان. شفتوا خبيز الدار هذا اللي كاين، يلا سمحوا لنا حقكم في الجنه. البنات دابا طلعت نشر الحوايج، بغيت نجاوب الاخوات اللي كيقولوا يا سلا علاش ما كتنشريش في الجرده وكتنشري الفوق، واش عرفتوا عرفتي دابا حيت ما مقادهش مزيان، راه هاد الزولد راه عندي كبير، راه هنايا دايره البالز دايره الكراسي ديال اللي بحال هكا اضافيين، بحال هكا جاو الناس وما لقاوش كراسي علاش يبركو، دايره الماكينه دايره واحد الماريو هنايا، يعني عندي كبير وفايته، دايره لكم جوله في هذا الزولدر عندي كبير بزاف. قالوا لي البنات راه صغيور، ما صغيورش كبير، وبيت الناس هنايا راه يجري فيه العود. المهم علينا علاش كنشر هنايا، ما عندناش حنا الجو زوين باش غادي نشرو ويضربوا من الهواء، ما خصش يضربوا من الهواء، غيضربوا من العجاج ويضربوا من البرق ويضربوا من الثلج ويضربوا، ماشي وقت الجرده. كنشر في الجرده في الصيف، في الصيف لان حتى في الربيع ما عندناش الجو مقاد، نوبه الشتاء نوبه حال سخون، ما كنشر في الجرده حتى الصيف وكيضربوا من داك الشمس. اما هنايا ها الهواء بالنهار هذا كنحلو شتو، وبالليل كنسدو فهمتوا، وبالليل كنسدو. حتى هنايا عندي الشارجر كبر من هذا، يعني هذا كيدخل الهواء ديال ما عرفت شنو. المهم دابا غادي ندوز باش غادي نشر الحويجات اللي انا صبنت، وندور واحد الماكينه ديال الفوط الفاطي. ايوا هذا اللي كاين حبيباتي، هذاك الشيء علاش ما كنشرش انا في الجرده، ما كاينش الجو زوين، راه اوروبا راه ديما سارده ديما سارده ديما الشتاوات وديما، ومنعاوشكم واحد الشتا هنايا راه الدريه ديال هولندا يمسخوني الا كذبت، ملي كتصب الشتا سبحان الله كيتصب معاه حتى واحد الحجر، وواقيلا كنظن هذاك ديال هنايا حيت حنا عندنا الديور دايرين هكا، يمكن هذاك الشيء كيهبط ديال هذا ديال الديور كنظن، على ما اظن اظن. المهم اخواتاتي كلشي هنا، الناس في اوروبا تينشرو في ديورهم، واللي عندها البالكون راه كتنشر في البالكون، واللي عندها هذا البيت الفوقاني قريبه ليا نيت كلشي راه كنشرو فيه. ايوا واش نقول لكم، حنا حتى في المغرب شكون هذه اللي كتنشر بزاف في السطح، الاكثريه كنشرو في الشراجم منو ماما نيت كتخاف مسكينه من الشفاره، كتنشرها في الشرجم حبلها سطح قداش ليه ما تقدرش بيتخاف يا اختي. ايوا هذا مكان، يلا نشرح حويجات وهنا نرجع لكم الدركات. هاتيو باش كنغسل شعري دابا باقا بهادو، وهادو من كريت فات، وهذا من دبودي شوف، هذا صابون ديال الجسم ديالي لي الصراحه الشكل ديالو زوين ووافق لي الصراحه، يعني لابو ديالي، لان لابو ديال الجسم ديالي ناشف، مي كندوش كينشف مع جوج بوحدي ولا كلشي البنات، لهذا كنبغي بحال هادو اللي تيكونوا بحال
ماشي بحال داخل فيهم حتى شويه ديال الزيوت، داكشي علاش. صافي دابا غندير دوش، نغسل شعري ونرجع معكم. تاتي صافي وجدت بيجامتي هنايا، هذا بيل سماطي الصراحه ما كنتقلش انا بزاف في اللبس، في البرد ديما هذا البيل هكا، هذا اللي تيكون سماطي بحال ما هكا هو اللي تلبس تحت من الحوايج، ما كنتقلش الصراحه ما كنبقاش نلبس حوايج بزاف، هذا وتريكو وسروال الجين لهذا وبيجامه. المهم هذا هو اللي كنبقى لابسه وكنبقى نبدل من فوقه وفي الصيف صافي ما كنلبسوش، ما كيعجبنيش نلبسه. صافي كندير ديودورون، رطب الجسم ديالي بهاد ريبيتو، كان جاني كادو مع واحد الريحه جابته لي لوستي وزيف حياتي ضروري يمكن شي امراه مغربيه ما كتخرجش من الحمام ودير هاد زيف حياتي. ومي كنعرف راسي غادي نصايب شعري كندير هذا، كنشط به شعري مي كنخرج كندير غير في الاطراف وكنشط شعري وكندير قرينات حتى نبغي نصيبه. المهم نتلاقى معكم من بعد خواتاتي، دوش ضربت لي واحد التدويش عرفتي، يا سلام. صافي ملي كنسال البنات هذا هو كريم ليلي ديالي اللي كندير دابا في العشيه، غنديرو البشره ديالي ونهبط، دابا نهبط باش نطلع بنتي تنعس السبعه دابا. الله عرفتي مي كتكوني ثقيله ومي كدوشي بحال كتخفيفي، واخا كتكوني كتقولي المهم انت ما قادراش تندوش كتوصلي واحد الوقيته كتقولي المهم انت ما فيا ما ندخل ندوش البرد سميتو الدوش بارد، ولكن اون فوا كتدخلي كتسخني صافي كتنسي كل شيء. الصيف كان تمشي على الضو وما البنات السكن اللي قلت لكم راه جاب ثلاثه، هانتا واحد وعاد داخل جوج. المهم واحد الماما وواحد الاختي سيهم وواحد اللبنه، يلا يجمعوا ليهم باجاجهم كامل. شفتهم هادو راه كتلقاوهم عند التركي عندك دوك السكن ديال الشمال ديك نوبه كتخدم ليه بابا كبار من هذا. المهم هادو راه يلا يلا انتو الناس من بعد غنبارطاجي معكم شنو باش نعمرهم. عرفتي عيت والله ابنتي